بالنسبه للاسهاش كما شفتوا هذه نوفو، يعني الثمن ديالها كيوصل 4600، ولكن كان اللي يعني على حساب جيبه واللي بغى ياخذ يقتني يعني الاسهاش. الاسهاش كتبدا من مليون ونص حتى لهذا الثمن اللي شفتوا. كاينه بعض المرات كتوصل، كاينه كتوصل حتى لخمسه والصرف، كاين شي حاجه عاود جهاد من هذا الشيء هذا كتوصل حتى لخمسه والصرف. هذا هو بالنسبه للعشاق ديال الاسهاش، غير الاسهاش نعم 4600، ولكن العشق ديال الدراجه الناريه عاود تيبقى بوحده. راه كاين اللي عنده السياره، ولكن العشق ديال الموتور تيخليه دراجه، يدير دراجه ناريه عاود بسبعه المليون ثمانية، يعني تيبقى العاشق. ماشي يعني سميتو انسان غادي يقتني دراجه ناريه بهذه المواصفات، راه شي حاجه عاود راه كتركب في الكونفورطابل. بالنسبه كما بحال اللي كنقولوا انسان كيركب على سياره عاديه ويركب على طوموبيله كونفور مثلا المرسيدس ولا شي كات كات ولا شي حاجه، كتوصل بعض المرات حتى لخمسة ونص حتى لستة لارب، كتوصل شي حاجة اللي عاد دخلت حتى لستة لارب كتوصل. دير فيها كلشي، تخبى تما بودشامو شي حاجة، هذا سيجار إذا بغيتي تشعل كارو شي حاجة فيها كلشي. 3000 درهم الكونتاكت ديالها كيدير 5000 درهم. ها الكونتاكت ديال الاس اش، الكونتاكت ديال الاس اش كيدير 3000 درهم ويوصل حتى ل 5000 درهم. يعني بالكود يعني هذا الكونتاكت هذا بالكود، فهمتيني؟ بالكود، إلا ما كانش الكود راه ما ديماريلكش، واخا تجيب واحد آخر ما ديماري لك شيء الا اس اش، فهمتيني؟ خصك يعني الكود، كل وحده بالكود ديالها، الا ما تقراش الكود راه ما غاديماري لكش. هذا هو اللي كاين، هذه هي المواصفات اللي قلت لك زايده بالنسبه للدراجات الاخرين، وفيها عده مواصفات، فهمتيني؟ يعني تقريبا السياره، المواصفات اللي في السياره راه فيها هي تقريبا، وبالاخص انا كما قلنا النوفو كاع التاليه، كاينه النوفو ديالها التاليه، كاينه شي حاجه عاود بوحده. وانا قلت لك الا وصلت لهنا راه كتوصل بعد مره سته. هذا هو اللي كاين، غير مازال ما دخلوش بزاف، مازال ما كاينينش بزاف، يعني مازال المواطن ما تيقدش عليهم بزاف، هذا هو اللي كاين. 160 فيها. 160 في الكونتور. نعم. إلا بغيتي التالية، وراه قال لك يجيبوها التالية، راه عندهم حتى التالية، راه عندهم حتى التالية، ويعطيو النمرة، يعطيو رقم الهاتف اللي بغاتها النوفو التالية، راه كاينة، عند هذا السيد مول هذه.